مواكبتنا لخرقها النضالي في حماية المال العام تنعقد اليوم في شخص في اجتماعها للمجلس الوطني لمناقشة مستجدات التشريعية التي تسوقها الحكومة الحالية. ما كان لي المنظمة أن تنعقد لولا خطورة في هذه التضحية لولا خطورة المشاريع القوانين التي تسوقها الحكومة لارتباطها بالمال العام. هذا الخطورة تتشكل في الإجهاز على حق المواطن في التصدي لكل ما من شأنه المساس بالمال العام ووسع حقه في الدور في ممارسة دوره الرقابي في تقديم الشكايات في مواجهة مختلسي ومبددي المال العام. أن الحكومة فطنت له لما استشعرت به من خطورة الملفات المعروضة والتي تكللت بتحريك متابعات من قبل القضاء في مواجهة منتسبي هذه الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي ولبعض الأحزاب الأخرى. اتساع رفعة الملفات كان بفضل مجهود المنظمات الحقوقية الساعية إلى حماية المال العام. لهذا يبدو أن السيد وزير العدل بصفته الجهة التي تتولى عملية تقديم مشروع القانون للإجهاز على هذا الحق استشعرت بهذه الخطورة، لكن المنظمة لا يمكن لها الوقوف ساكتة بل هي تسعى لممارسة دورها للتحسيس بخطورة الموقف الذي يكتسي هذا التجديد التشريعي التي تسعى الحكومة الحالية لسنه وعرضه أمام الغرفة التشريعية. ويبدو أن هذه الخطورة لا تتمثل أيضا لا تنحصر في المادة 3 من قانون مسطرة الجنائية، بل أنها تمتد أيضا إلى قانون مشروع قانون مسطرة المدنية الذي يجهز على حق المواطن في حق التقاضي على درجتين أو في بلوغ مرحلة النقض. ذلك أن كما تعلمون أن حق المواطن في اللجوء إلى القضاء لا يجب بظل مشروع القانون الجديد لقانون مسطرة المدنية وفي حدود مبلغ 30,000 درهم. ما دون ذلك لا يمكن للمواطن حق الطعن بالاستئناف، وهذا يتعارض مع جميع التشريعات الكونية التي تعطي الحق للمواطن في ممارسة حقه في الطعن أمام الدرجة الثانية أو النقد. يبقى حقه في ذلك هو حق مكفول في جميع الشريعات الكونية، اللهم ما جاء به السيد وزير العدل ويرضى. في إطار المبادئ الأولى التي يتلقاها الطالب في الجامعات هو أن من خصائص القاعدة القانونية أنها قاعدة اجتماعية. قاعدة اجتماعية تعني أن القاعدة القانونية أن النص القانوني هو يواكب المجتمع، وليس المجتمع يواكب الشريعة، بل إن القاعدة القانونية هو المشرع في تقديمه لتشريع ما يجب أن هذا التشريع يواكب المجتمع في بلوغه لحد ثقافته أو في حد الوعي دياله. وبالتالي فإن القاعدة القانونية يجب أن تكون رابطة لتكون لصيقة للمستوى الثقافي والحقوق للمجتمع. هذا ما يحاول السيد وزير العدل الإجهاز عليه. فحق المواطن في الوعي بخطورة ما يتعرض له المال العام بدأ يتسع يوما بعد يوم. الوعي بحماية المال العام. السيد وزير العدل في مسابقة منه للإجهاز على هذا الحق جاء بهذا النص التشريعي لسحب البساط من حق المجتمع المدني، وبالتالي ما لا يتعلق بالمجتمع المدني بل يتعلق بحق المغاربة كلها.